السلام عليكم البنات، كداريت؟ ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. الدرس ديال اليوم كيفاش نفصلوا طبطين ديال المونطو او الدوبلوغ ديال المونطو. بالنسبه للطبطين البنات، فاش نشريو الثوب؟ الميتراج اللي شريتي ديال الثوب غتشري دوبلوغ. شريتي 2 متر ونص، شري من الدوبلوغ 2 متر ونص. بالنسبه للدوبلوغ الطبطين هذا بامكانك ديري الثوب ديال الساتان، ديري الثوب اللي عجبك، ممكن حتى الماكلاسي اللي كتب لك يجي صغور. الماكلاسي هو واحد الثوب بحال هذا، غير هو تيكون فيه لاوات من الداخل، واضح؟ كنتي غليظه بلا ما ديري داك الماكلاسي باش ما يبينش، يعني الواحد يعني غليظ شويه اولا الثوب يبان غليظ بزاف. بالنسبه اول حاجه تنطوي الثوب على زوج، جهه مسدوده غادي نديرها مع جهه مسدوده ونحط الظهر على هذا الشكل. هذا غنحطه قدامكم يعني باش غادي كلشي ان شاء الله غادي يفهم كيفاش يفصل الطبطين. على هذا الشكل هذا نحطو نيشان، ما غادي نزيد حتى حاجه، غادي نقص من الطول من الطول، يعني باش ما غاديش في اللبسه، لان تشوفوا لي فيست ولا لي مونطو الاغلبيه تبدا هكا الدوبلور تيطل من التحت. انا عطيتكم واحد الطريقه اللي تنقصوا شويه من الدوبلور، ولكن ما يكونش الطبطين تيشرب. الا كنتي عارفه الطبطين راه تيشرب، يعني تيشرب هو تيتجمع من بعد الديكريساج، يعني دير الديكريساج هو الاول ويتفور او يتحدد وعاد فصل عليه الثوب. من بعد غادي نحط عاوتاني نحط الثوب ديما الحاشيه مع الحاشيه. شوفوا معايا البنات، هنايا غادي نحط الامعن. هنا بامكانك الا كنتي عامره ديري الداخل في الخارج بحال اللي درنا حنا. راه غادي نقصو غير باش نوريكم، يعني الوحده الا كانت عامره باش ما تضيعليش الطبطين، لان حنا ما غاديش نستعملوا هاد البلاصه، نتوما غتشوفوا كلشي ان شاء الله. يعني شوفوا معايا، حطيت الامام وحطيت الوراء. الوراء في جهه مسدوده اللي هي هذه، يعني قادو جهه مسدوده مع جهه مسدوده على هذا الشكل، والامام على هذا الشكل. بالنسبه انا هذا غير توب، يعني كان عندي باش نوريكم كيفاش تفصلوا الدوبلور. نتوما راه غتكونوا جايبين الطول اللي غادي يقدكم الكمام، الكمام غادي يجيو على هذا الشكل هذا، يعني تتحطوهم حتى هما يعني في حال. انا شويه ماشي ناقص بزاف، تقريبا راجي هو هذا، يعني نخليها قليل فريد ما قدكش تتفصلي على هذا الشكل، يعني ماشي مشكل بحال هكا، واضح؟ هنايا غادي تركزوا معايا بزاف. بالنسبه الظهر غادي نقطعو فحالو، انا غنقطع قدامكم ان شاء الله، وغادي نطلع هنا وغادي نقص 3 ديال السنتيم، 3 هنا 3 وهنا 3، تنقصها من الطول 3 سنتيم. نفس الطريقه للجهه الاخرى ديال الامام 3 سنتيم، تنقصها قد تشوف ما كانش مقاد بطول الفنيته البنات. الى الثوب بحال هذا يعني التساتا هذا شويه تيزلق، نحاولوا نقبطوا بالفنايت، نقص من الطول 3 ديال السنتيم. بامكانكم تقطعوا في الاول بحال بحال حتى الاخر ونقصوا 3 سنتيم. من بعد البنات ما نقصنا 3 سنتيم من الظهر 3 سنتيم من الامام، يعني الطوله، تنجيب لابارونتير ديالنا وتنحطها تنحطها على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا، قربوا شويه هنايا باش يبان لكم مزيان، تنحطها على هذا الشكل هنا. شوفوا معايا هنايا، تندخل من هنا لهنا بسنتيم. شوفوا معايا سنتيم حتى لجوج سنتيم مزيان، دخلوا جوج سنتيم يستحسن تدخلي بجوج سنتيم. شوفوا معنا باش تبقى تعمل الخياطه، هذه هي السجفانه نبينها لكم، ها هي تتحطيها على الامام، وغادي ندخل من هنا لهنا دخلي بجوج سنتيم يستحسن جوج سنتيم. شوفوا معايا تاني من تحت من هنا لهنا بجوج سنتيم، نعاود يعني بحال هنايا درنا 6 سنتيم، هنا غتكون هي 4، درتي 8 غتكون هي 6، يعني دخلت بجوج سنتيم على ود الخياطه. قربوا نعاود مره اخرى، هذا هو الحد ديال لابارونتيغ ديالنا، دخلت هنا بجوج سنتيم ودرت نقطة، يعني هي هذه من لتحت عاود الحد ديالنا هو هذا، ها هو الحد ديالنا هو هذا، تندخل بجوج سنتيم وغادي نسطرها بالمسطرة.
معايا غادي نسطرها بالمسطره هاد جوج سنتيم مع جوج بغيت نبينها لكم هنايا راه ما تنقطعهاش من الثوب راه بغيت نبينها لكم كيفاش غادي نديروا لها من بعد اشنو تندير شوفوا معايا البنات تتمشي من هنا كامله تتقطعي عليها كامله وتنهز ها هو الحد ديالنا هو هذا والحد ديالنا هو هذا الخط اللي وريتكم في الثوب هو اللي غادي نسطر في الطبطين نتمنى ان شاء الله يعني تفهمونا غادي نحاول باش نعاود مره اخرى سطرت لكم في الثوب غير باش يبان لكم هو نورمالمون في الطبطين يعني الطبطين تيجي ناقص على الثوب شوفوا معايا نعاود مره اخرى يعني لا بارمونتير ديالنا البنات نقصنا منها جوج سنتيم جوج سنتيم يعني هاد الشيء اللي تيبان ليا هنا غادي نحيدو من الطبطين من الدوبلور ماشي من الثوب يعني بالنسبه للثوب ديالي انا غادي نقطعو غير بالمقص حسن باش غادي يبان لكم احسن شوفوا معايا هنا شوفوا معايا البنات غادي نقطع على هذا كامل ما تزيدوا حتى حاجه البنات لا سنتيم لا والو قطعوا لي بحال قياسه يلا الطولة هتنقصوا لي 3 سنتيم 3 سنتيم من الطول 3 سنتيم من الطول شفتوا معايا البنات شفتوا هنايا اشنو غادي ندير غادي نطوي هذا الخط اللي درت يعني الحد ديال السته شفتوا معايا هاك صافي ونقطع يعني قطعت من الطبطين ما قطعتش من الثوب شفتوا معايا هذه الجهه اللي قطعت ديال انا غادي نقلب باش غادي يبان لكم اكثر غادي نقلبوا على هذا الشكل هذا كيجي ناقص علاش يجي ناقص هاد الطبطين يعني باش تجي ديك الشفه تجي تكملوا باش يبان لكم اكثر يعني فاش نخيط تجي تكمل تيكون الثوب هنايا باش لا تقلب تيبان لينا يعني الوجه ديال الثوب على هذا الشكل هذا نتمنى ان شاء الله يكون واضح لكم هاك شفتوا يعني تتكون هاد الجهه الدخلانيه بالطبطين والجهه اللي غادي تجي باينه فيها السطايف وفي هذاك الروفير اللي درنا تجي بالثوب ديالنا واضح من بعد غادي نجمع هادو ونقطع الجهه ديال الظهر الظهر عاوتاني من هنايا قسمه 3 سنتيم نقطع هاك الجنيشة طريقة سهلة البنات هو الظهر ديالنا بالنسبه للكمام شوفوا معايا حتى هما تنقطعوهم بحال بحال كان عندك الثوب ما تقلبيش ما ديريش نوتيس يعني كان الثوب يعني قاد حطي هذا بحال هكا وقطعيها وانا قادني لين الفريض ما قادكش قطعي على هذا الشكل هذا بحال هكا يعني نقطعو الكمام الدوبلور ما عندكش فيه مشكل بالاخص هذا الدوبلور هذا يعني هذا الممتاز يعني ما تيتشربش صافي ونقطع هادو نيشان البنات ما تنزيد والو بالنسبه للطول قطعوا بدا كلشي بحال بحال البنات قطعوا بحال ما زدت والو بعد ما كنقطع كلشي بحال بحال تنقص شوفوا معايا هنا البنات تنهز الكمام ونقص واحد جوج سنتيم جوج سنتيم من الطول ديال الكمام باش الدوبلور ما تيبقاش يخرج لينا منكم نتمنى ان شاء الله يكون باين لكم الدوبلور يعني ان شاء الله راكم تابعتوا
الحصه ديال الفصاله ديال المنطق ديال الجو، الحصه ديال اليوم بالدوبلور، واضح؟ من بعد ما تنفصل الدوبلور غادي نجيبو الفيسلين او لا لا طوال كولو، ما عنديش لا طوال حدايا، غنوريكم الفيسلين. الفيسلين راكم عارفينه، جيبوا الفيسلين الممتاز اللي تيلصق وما تيتسولش. ما لقيتوش الفيسلين، كاين واحد لا طوال كولون فيه لاكول، هو اللي تتحطو تنفزكوها وتنحطو ونحدوها، يعني تتحدد تتكون احسن ان شاء الله. انا لقيتها راه نوريكم في الحصه ديال الخياطه ديال المنطق. بالنسبه من بعد ما لصقنا تلصقوا على هذا الشكل، نكونوا موجدين لا بارونت بالفيزلين، نوجدوا الكول نعمروا واحد بالفيزلين وواحد لا، ومن بعد يعني ان شاء الله كل حاجه غنوريها لكم الخياطه. غادي نحاول نقول لكم اشنو توجدوا ان شاء الله. غتعمروا لي هذا لونفورم، هذا لا بارونت بالفيزلين او لا بلا طوال كولو. غادي تعمروا لي تقريبا هنا في جهه الكمام واحد 6 سنتيم، هذه عمروها لي بالفيزلين، هذه حتى هي تعمر بالفيزلين يكون احسن باش تجي واقفه. والكول يعني واحد عمروه بالفيزلين واحد لا، واضح؟ نشوف الى بقى لي الوقت غادي نتخاصم معكم، لان طلبتوا لي في البلاصه ديال الجيب وغنتخاصم معكم ان شاء الله. هنا البنات من بعد ما لصقنا الفيزلين يعني من اليمين واليسار لابارونت ديالنا، هاد الجهه هادي تنخيطوها مع هادي، الوجه ديال الثوب مع الوجه ديال الطبطين الى فيه الوجه، ونخيط سنتيم ننزل معها كامله في الخياط، يعني من جوج جهات غتخيطوا هاد الجهه كامله باش ملي تقلب غادي تجي على هاد الشكل، وتخيطوا الجهه الاخرى عاود فحال. من بعد ما نخيطها غادي نرجع لكم. هنا البنات من بعد ما خيطناهم على هاد الشكل، اللي بغات يعني دير فوفيل يعني اللي براو الخيط يستحسن، وخيطوا على الحرف يعني باش تبقى هاد الخياطه على هاد الشكل هكذا. من بعد ما تنخيطوهم تلاقاو الكتاف، تلاقاو الكتاف ديال الظهر مع الكتاف ديال الامام، هذا هو الظهر ديالنا ملاقيه عاديه. غادي نلاقاو الكتاف هاك، الكتف مع الكتف، ونلاقاو الكتف مع الكتف، ومن بعد غادي نلاقاو من بعد ما نلاقاو الكتاف نلاقاو الكمام، يعني عادي نلاقاو الكميمات ونلاقاو الجناب، ونرجع معاكم. ما تنساوش البنات فاش تبغوا تخيطوا هاد لابارمونتير مع الطبطين قبطوا بالفنايت، اللي عاد مبتدئ دير فوفيل تنشب، لان يقدر يتشرب لها الثوب، ردوا البال من التشراب. التشراب اشنو هو؟ هو الثوب فاش يكون واحد غليظ وواحد رقيق، راه بامكانكم اللي تنهضر على المبتدئات يمشي داك اللي رقيق يمشي يتجمع لكم وغتلقاوه قصير، لا يعني هو يستحسن هو راه على هاد الشكل، غادي يجي واحد شويه طويل لا بارونتي غتجي طويله. علاش؟ حيت نقصنا من الدوبلور 3 ديال السنتيم، وهذه حتى هي مازال غنقطعوها لكن حتى الخياطه ديال الثوب ان شاء الله. يلا نلاقاو الكتاف ونلاقاو الكمام والجناب ورجع معاكم. هنا البنات من بعد ما خيطنا تيجيو على هاد الشكل هذا، شفتوا معايا؟ تخيطوا الكتاف، تخيطوا لابارونتيغ هي الاولى كيما وريتكم، الكتاف الكمام الجناب، يتخيط كلشي على هاد الشكل هذا، تنوجدو ونحطوه، ومن بعد عاد ان شاء الله الحصه الاخرى نوريكم كيفاش تخيطوا المونطور، كيفاش غادي نحط الجيب يعني في بلاصتو، وما الخياطه الجيب راهي حاطاها لكم في القناه، وكيفاش اللي غادي نوريكم بزاف كيفاش نخيط كل تايور والروفر ديالنا. والى الحصه المقبله ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله الدرس يكون يعني نال الاعجاب الجميع وجاكم سهل، وبالنسبه للمبتدئين موفقين ان شاء الله، والى الحصه المقبله ان شاء الله.